السلام عليكم، ايه الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد في سلسله فيديوهات الساسكو سياس. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الكونسبت الخاص بالليسنر، البابليك ليسنر والبرايفت ليسنر، وكمان هنتكلم عن الهوست اكسس تيبل اللي هو الهات، والريسيبيانت اكسس تيبل اللي هو الرات. يلا بينا نبدا. زي ما انتم عارفين، الساسكو ايميل سكيورتي ابلاينس بياكت از ايميل جيت واي. ده مش معناه ان السيسكو ايميل سيكيوريتي مقتصر فقط ان هو شغال ايميل جيت واي، لا، الايميل سيكيوريتي ابلاينس كمان يقدر يشتغل از ايميل بوكس ديفنس سوليوشن، وده ممكن نشوفه في فيديوهات تانية. في الفيديوهات الحالية احنا هنركز على الايميل سيكيوريتي از ايميل جيت واي. الايميل جيت واي يقدر يستقبل ايميل كونكشنز ويأكسبت ايميل مسجز ويريلي them to appropriate host إذا كان الهوست ده موجود في الإنترنت أو موجود عندي في الإنسايد نتورك أو اللوكال كلاود بلاتفورم الخاص بي. كمان السيسكو ايميل سيكيورتي أبلاينس يقدر يستقبل كل الإيميل كونكشنز اللي جاية من الإنترنت لسبيسيفيك ريسيبيانت دومين أو سبيسيفيك ريسيبيانت هوست موجود عندي في الإنسايد نتورك أو في الإنسايد كلاود بلاتفورم زي الاوفيس 365 او جيميل. وكمان يقدر يستقبل ايميل مسجز وايميل كونكشنز من الانسايد هوست زي الاكستشينج اللي موجود على الاوفيس 365 والجيميل، ويقدر يبعتها للانترنت. تيبيكلي الايميل كونكشن ريكويست دي بتستخدم الاس ام تي بي بروتوكول، فبالتالي باي ديفولت السيسكو ايميل سيكيورتي بيأكت از اس ام تي بي جيت واي او ما يسمى بالميل اكستشينجر. الايميل سيكيورتي ابلاينس بيستخدم كونسبت اسمه الليسنر عشان يقدر يلسن على الانكومينج اس ام تي بي كونكشن ريكويست. الليسنر هو ايميل بروسيسنج سيرفيس كونفيجرد على اي بي انترفيس معين، وبيقدر يلسن على كل الايميل كونكشن او الاس ام تي بي مسجز اللي جايه من الانترنت او اللي جاية من الانترنال هوستس اللي موجودة عندي في النتورك او اللي موجودة عندي في الكلاود بلاتفورم. عندنا نوعين من الليسنرز، البابليك ليسنر والبرايفت ليسنر. البابليك ليسنر هو بيأكسبت الايميل مسجز اللي جاية من الانترنت او من البابليك هوستس. البابليك ليسنر بيستقبل كل الكونكشنز من اكتر من هوست وبيريدايركت كل المسجز دي تو limited number of recipient domains او recipient host اللي موجودة عندي وconfigured على الرات تيبل او الريسيبيانت اكسس تيبل اللي هنتكلم عليه في الجزء الثاني من الفيديو. كمان عندي البرايفت ليسنر، وهو اللي بيأكسبت ايميل مسجز اللي جاية من الانترنال اكسشينج اللي موجود عندي في الانسايد نتورك او اللي موجود في الكلاود بلاتفورم زي الاوفيس 365 وجيميل، ويبعت كل الايميل مسجز دي للريسيبيانت اللي موجوده اوتسايد اور نتورك اللي موجوده على الانترنت. فبالتالي البرايفت ليسنر بتريسيف الكونكشنز فروم ا ليميتد نمبر اوف هوست زي الاكستشينج او الجروب وير سيرفر تو ميني ريسيبيانت اون ذا انترنت. تعالوا بينا نشوف ازاي ده كونفيجرد على السيسكو سي اس والانستنس الخاصه بماينسفويد.net، لكن بعد ما نشرح الصورة اللي قدامنا دي. الصورة اللي قدامنا دي بتوضح ان السيسكو ايميل سيكيورتي ابلاينس كونفيجرد عليه تو انترفيسز، داتا 1 وداتا 2. داتا 1 عليه اي بي انترفيس في البابليك نتورك 192.168.2.1 as an example. ده طبعا برايفت اي بي، فلو احنا محتاجين ان احنا نستخدم الداتا انترفيس نمبر 1 as a public listener لازم يكون ده public IP او الIP private ده معمول لي netting على public IP بحيث ان هو يقدر يكومنيكيت مع الاذر هوست اون ذا انترنت. طبعا الانترفيس داتا 1 ده configured عليه السيرفيس listener الخاصة بالpublic listener وهي الانباوند ميل. طبعا ده اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بيلسن على كل الاس ام تي بي مسجز اللي جايه من الاكسترنال هوستس او الاكسترنال دومين اللي بتحاول ان هي تكومينيكيت مع الريسيبيانت دومينز اللي هي mindsploit.net في الحاله اللي احنا فيها. كمان عندي البرايفت ليسنر اللي هي
موجودة على Data Interface Number 2 والـ IP Address الخاص بـ 192.168.1.1 as an example. ده ممكن يكون Private IP مفيش أي مشكلة لأن ده اللي بنكومنيكيت with الـ Internal Exchange أو الـ Internal Groupware Servers الخاصة بالـ Organization بتاعتي. طبعا لو Cloud Platform او لو انا بهوست الاكستشينج بتاعتي على اوفيس 365 او الجيميل فبالتالي لازم ده يكون برضو public IP. ده configured عليه service listener اسمه الoutbound. ده طبعا هنشوفه عندنا في الconfiguration الخاصة بالسيسكو CS. هنفتح الانستنس الخاصة بالايميل security. ندخل بالكريدنشال الخاصة بينا. بعد كده عشان اقدر اشوف الكونفيجريشن الخاصة بالليسنر هضغط على نتورك هلاقي ليسنرز. طبعا زي ما انتم شايفين عندنا النتورك تاب تحتها اكتر من سب تابس وزي ما شفنا في الفيديو الخاص بالنافيجيشن الخاصة بالسي اس والاس ام اي احنا اتكلمنا عن ان في فرق بين السيسكو سي اس والسيسكو ميل سيكيورتي ابلاينس از هاردوير او اذا كان فيرتشوال ماشين عندي في النتورك. بمعنى ان هنا في سب تابس ناقصه زي الانترفيس ان انا اقدر اتحكم في الانترفيسز الخاصه بالانستنس بتاعتي لكن ده عشان كلاود بلاتفورم انا اقدر اتحكم فقط في الليسنرز اللي موجوده على الانترفيسز اللي عندي. وطبعا عشان اضيف انترفيسز جديده لازم اكومينيكيت مع السيسكو سي اس تيم واطلب منهم ان انا اكونفيجر نيو انترفيسز او نيو ليسنرز. زي ما انتوا شايفين دي كل الليسنرز اللي موجودة عندي. عندي 2 داتا انترفيس داتا 1 وداتا 2. داتا 1 كونفيجرد عليه سيرفيس ليسنر اللي هي الانكومينج ايميل وكمان الاوت جوينج اللي هو البرايفت ليسنر موجود على داتا 2. عندي الاكستشينج اللي هوستد على الاوفيس 365 هيكومينيكيت ويز السيسكو سي اس من خلال السيرفيس ليسنر اللي اسمها اوت جوينج وهو ده البرايفت ليسنر. وكمان كل الاكسترنال هوست او الاكسترنال دومين اللي بتحاول تبعت ماين ديسبلويت يوزرز ايميل مسجز هتكومينيكيت مع سي اس من خلال السيرفيس ليسنر اللي اسمها انكومينج ايميل وهو ده البابليك ليسنر اللي هيستقبل كل الايميل كونكشنز منهم. طبعا بيبقى فيه ديفرنت بورت. عندي بورت 25 ده الديفولت بورت الخاص بالاس ام تي بي بروتوكول. عندي هنا هنت بسيط جدا انا ممكن اقدر اعمل التو سيرفيس ليسنر على وان انترفيس. بمعنى ان انا ممكن فقط يكون عندي على السيسكو ايميل سيكيورتي ابلاينس او اذا كان السي اس ممكن اكونفيجرد وان انترفيس واشغل عليهم التو سيرفيس ليسنر الانكومينج ميل والاوت جوينج او خلينا نقول البابليك ليسنر والبرايفت ليسنر على السيم انترفيس لكن لازم يكون على different service port. بمعنى ال incoming mail او ال public listener هيستقبل email connections او email messages على port 25 لكن ال email connections وال email messages اللي جاية من ال office 365 exchange هتيجي على port مختلف اللي هو مثلا 25 25. فلازم لو هنستخدم انترفيس واحد ونكونفيجرد عليهم 2 سيرفيس ليسنرز لازم يكونوا اوبريت على ديفرنت سيرفيس بورت. طبعا زي ما انتم شايفين ان كل ليسنر عليه هوست اكسس تيبل لكن البابليك ليسنر فقط هو اللي عليه الريسيبيانت اكسس تيبل. زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو ان البابليك ليسنر بيستقبل كل الايميل كونكشنز او الايميل مسجز من الهوستز اللي موجود على الانترنت وبيريلي كل الايميل مسجز دي لسبيسيفيك ريسيبيانت دومين كونفيجرد جوه الراد تيبل. لو انا فتحت الراد تيبل هلاقي ان هو كونفيجرد عليه ريسيبيانت ادرس الخاص بالدومين الخاص بماينسبلويت دوت نت فبالتالي كل الايميل مسجز اللي جايه من الاكسترنال هوستس او اللي جايه من الانترنت هيحصل لها ريلي على الدومين
الخاص بالmindsploit.net، لان كمان في بداية اي ايميل كونكشنز، في بداية التي سي بي كونكشنز مع السي اس، السي اس بيطلب الانفلوب الخاص بالايميل مسجز، فبالتالي الانفلوب ده هيكون موجود في الريسيبينت، والريسيبينت ده بيكون موجود في مثلا جي سلامة at mindsploit.net، فبالتالي السيسكو سي اس هيقدر يأيدنتفاي الريسيبينت دومين اللي يقدر يبعت الايميل كونكشنز او الايميل مسجز دي ليه. فبالتالي لازم يكون هنا configured على الريسيبينت اكسس تيبل mindsploit.net، بحيث ان انا اقدر اقول للسيسكو ايميل سيكوريتي ان انت تقدر تستقبل الايميل مسجز او الايميل كونكشنز بالنسبة للدومين ده، زي ما انتم شايفين الديفولت اكشن accept، انما any other recipient domains rejected. فبالتالي لو في اي ايميل كونكشنز او ايميل مسجز جاية لريسيبينت غير mindsploit.net هيحصل لها rejection ودروبد. ده بالنسبة لريسيبينت access table. تعالوا بينا نرجع للليسنرز ونرجع للهات او الهوست اكسس تيبل. وزي ما انتم شايفين او زي ما احنا قلنا ان الهات موجود على البابليك ليسنر والبرايفت ليسنر، لكن باختلاف بسيط. خلينا نتكلم على البابليك ليسنر والهات الخاص بيه. اولا ايه هو الهات؟ الهات هي وسيله تقدر تخليني اتحكم في مين يقدر يتعامل ويكونكت مع الليسنر اللي موجود على السيسكو ايميل سيكوريتي. فبالتالي هقدر اتحكم في مين الهوستز اللي تقدر تسند ايميل كونكشنز ثرو اي ليسنر موجود على الاي بي انترفيسز اللي موجوده على السيسكو ايميل سيكوريتي. خلينا نبدا بالانكومينج او البابليك ليسنر اللي موجود على داتا انترفيس نمبر 1، وخلينا نضرب مثال بسيط عشان نوضح العملية دي. باعتبارا ان في دومين او external domains او external users حابب ان هو يبعت ايميل مسج للانترنال يوزر الخاص mindsploit، فخلينا نتكلم ان في ايميل اسمه احمد@google.com حابب ان هو يبعت مسج لجي سلامة at mindsploit.net. ايه اللي هيتم في الحالة دي؟ زي ما احنا اتفقنا في الميل فلو الخاص بالانكومينج، احمد هيبعت المسج الخاص بيه عن طريق بروتوكول SMTP وبورت 25 للميل ترانسفير ايجنت الخاص بيه، والميل ترانسفير ايجنت هيبعت للDNS ويطلب منه الMX ريكورد الخاص بmindsploit.net عشان يقدر يبعت للميل اكستشينجر الخاص بmindsploit الايميل مسج. بعد ما ياخد كل تفاصيل من الدي ان اس هيكون عنده الاي بي الخاص بالميل اكستشينجر اللي هو في الحاله بتاعتنا اللي هو السيسكو سي اس. فبالتالي عشان الميل اكستشينجر الخاص بgoogle.com يبعت ايميل مسج لسيسكو سي اس، هيحاول يكومينيكيت معاه ثرو البابليك ليسنر اللي اسمه انكومينج ميل عن طريق البورت 25 على داتا انترفيس نمبر 1. بعد كده البابليك ليسنر ده هيبدا يشوف الانفلوب الخاص بالايميل مسج او الايميل كونكشن اللي موجود. الانفلوب ده بيكون متكون من السندر والريسيبينت. الريسيبينت بيبقى في الحاله اللي احنا فيها جي سلامه at mindsploit.net، والسندر بيبقى احمد@google.com. فبالتالي الريسيبينت اكسس تيبل هو اللي هيدي الكنترول للسي اس من خلال الانكومينج ليسنر ان هو يقول انا هسمح للايميل مسج دي ان هي توصل ولا اعمل لها دروب. افتح الكوميونيكيشن مع google.com اكستشينجر او ميل اكستشينجر ولا لا، بيزد على الريسيبينت اكسس تيبل وبيزد على الهوست اكسس تيبل. يبقى انا بشوف الانفلوب اللي موجود في الايميل كونكشن، بشوف السندر مين، واشوف الاي بي الخاص بيه ايه، واقدر اشوف هو
موجود في اي sender group من الهوست اكسس تيبل اللي موجود على الليسنر الخاص بالانكومنج ميل، واقدر اشوف الريبيوتيشن بتاع الاي بي ده، الريبيوتيشن بتاعه سليم ولا لا، هقدر اعمل له بلوك بيزد على الميل فلو بوليسي، ولا اعمل له اكسبت، ولا اعمل له throttled بيزد على الميل فلو بوليسي اللي متطبقه على السندر جروب. فبالتالي جوجل دوت كوم الاي بي الخاص بيه بيتعمل له ايفالويشن وبيتحط له ريبيوتيشن سكور بشكل اوتوماتيد، ولو ملوش سكور بيبدا يتحط في الالاو امبليسيت اول سندر جروب اللي الميل فلو الخاص بيها اكسبتد. طيب ان كيس ان في سندر هوست انا محتاج ان هو يتحط في البلاك ليست بشكل مانيوالي، فبالتالي انا ممكن افتح البلاك ليست ريفيوزد او البلاك ليست ريجكت اللي هي الميل فلو الخاص بيها بلوك ريفيوزد او بلوك ريجكتد على حسب الاس ام تي بي كود، واقدر افتح السندر جروب دي واضيف الريكوايرد سندر بشكل مانيولي هنا عن طريق الاي بي ادرس او عن طريق جيو لوكيشن زي ما احنا شفنا. ده بالنسبة للكنترولينج اون اي سندر بيحاول، اي سندر بيحاول يبعت او يفتح ايميل كونكشنز مع سيسكو سي اس. فبالتالي الهات يقدر يديني الكابابيليتي ان انا اتحكم في مين يقدر يفتح كونكشن مع سيسكو سي اس ومين اعمل له دروب بيست على الميل فلو بوليسي والسندر بيز ريبيوتيشن اللي موجوده في الهوست اكسس تيبل بالنسبه للانكومنج ميل بابليك ليسنر. نفس الحكايه للاوت جوينج برايفت ليسنر، الهات اكسس تيبل تديني الكابابيليتي ان انا اقول مين اللي يقدر يفتح ايميل كونكشنز ثرو بورت 25 ويقدر يبعت ايميل مسج للليسنر اللي هو اوت جوينج اللي هو البرايفت ليسنر. من خلال برضو سندر جروب اقدر احدد له الميل فلو بوليسي بتاعه واقول ان هو يتسمح لي ان هو يبعت كونكشن، وايه اللي يحصل للكونكشن بعد ما يتسمح لي، هل يحصل له ريت ليميت للايميل مسجز او هل يحصل له فلتريشن بشكل معين، كل ده بنحدده من الميل فلو بوليسي. طيب خلينا نرجع تاني للريسيبينت اكسس تيبل. كريسيبينت انا اقدر اقول للسيسكو ايميل سيكيورتي انت تقدر بيزد على الريسيبينت اللي موجود في الانفلوب الخاص بالايميل كونكشن تعمل اكسبت المسج ولا لا. بمعنى ان انا في الرات تيبل او في الريسيبينت اكسس تيبل بضيف الريسيبينت دومين اللي انا هاكسبت ليه الايميل مسج الخاصه بيه. اي اذر ريسيبينت دومين انا هعمل ريجكت لكل الايميل كونكشنز بتاعته. يبقى انا كده السيسكو ايميل سيكيورتي هيستقبل كل الايميل كونكشنز اللي جايه له على البابليك ليسنر لو كانت رايحه للريسيبينت دومين mindsploit.net فقط لا غير. ده بكل اختصار وبكل بساطه الهات والرات اللي موجود على السيسكو سي اس. يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم واشوفكم على خير.